من أشهر أنواع الباستا هي الباستا البولونيز. اليوم رح نعملها على طريقتها الأصلية. خلينا نشوف كيف. منبلش أول شيء جزرتين بصلة وعرقين من السلري، نبرشهم بالبراشة بهالطريقة مثل ما شايفين قدامكم، مثل ما هني على مقلية كلهم سوا، مندور تحتها لأنه عنا عم نحضر وصفة البولونيز. اليوم مش هنحط زيت، رح نحط شوي من هالدهن يلي جبناه على جنب، دهن غنم كله نكهة مثل ما هو، تقريبا ملعقة كبيرة من هالدهن، فوقه رشة صغيرة من الملح، شوية بهار، نخلط. وهلأ مثل ما رح تشوفوا هيدا الدهن اللي حطيناه رح يعمل ريندرينج أو رح يدوب لحتى يعطيني هالنكهة بدل الزيت أو الزبدة. من بعدها منزيد حص ثوم واحد، نبرشه فوق المزيج بهالطريقة، وما حطيناه أول شيء كرمال ما يحترق أو يثمر الثوم ويفقد هالنكهة القوية اللي عنده. وأول ما نشوف إنه الخضرة فقدت كل هالمي اللي عندها وبلشت عم تستوي، نفتح فتحة بالنص بهيدا الشكل، منزيد 500 جرام من اللحم المفرومة بنص المقلية مطرح ما بتكون أكثر شيء سخنة، منبلش نسوي هاللحمة. وأول ما نشوف هاللحمة بلشت تستوي منجيب 400 جرام من البندورة المعلبة، منزيدها فوق الخليط، كمان منبلش نخلط ونأكد إنه هالبندورة مزجت مظبوط مع هالمزيج الرائح. بس لو بتشموا هالروايح، منزيد 200 مللتر من مرقة البقر وبيرجع ورسستر صوص تقريبا شي 3 ملاعق كبيرة، نخلط السوائل أول ما يبلشوا يغلوا منوطي تحتها، ننطر تقريبا 30 دقيقة لحتى تستوي كلها سوا، منزيد الملح على المي المغلية تبع الباستا، نرجع منزيد الفيتوتشيني لحتى نسلقها. الصوص صار له 30 دقيقة على النار، وهلأ صار وقت نعدي الملح والبهار. نحط ملح حسب الذوق، رشتين من البهار، نخلط، نطفي تحتها. الفيتوتشيني صارت جاهزة، منشيل شوي منها بهيدا الشكل، ننقلها على الصحن بهيدا الشكل، منوزعها، نرجع منزيد هالصوص الرائعة. بس شوفوا هالألوان كلها فوق المعكرونة بهيدا الشكل، فوقها ما بننسى جبنة البارميزان الشهيرة. منجرب نكون كرمة بهيدا الطبق، شوي من هالحبق لنزين الصحن المميز. بس قولولي هيك سباكيتي بولونيز ما بتاكلوها غير عندكم بالبيت.